باغيين على الدرويش يمشيو يراقبوا لوزينات الكبار، يراقبوا سونترانشير من الداخل، ويراقبوا جوده من الداخل، ويراقبوا مرتدله من الداخل. مشيو يراقبوا العلف ديال الدجاج اللي جاولهم هما ماشي ديال الدرويش. عادي يجوا يناظروا، يبداو يكذبوا على بنادم، راه تشرى بنادم راه يبيع. يهضروا مع الناس، يهضروا على الادويه اللي بيريمي، الادويه اكثر من الادويه، ويهضروا على الاثمنه ديال الادويه ومنين تجي. يمشي يعاودوا الريوسهم والله يشد فيهم الحق. وفينا هو البيريمي فينا، وراه كيجي مول لوزين ما تيبغيش يردوا لمول الحانوت. راه ما الشركه ما مول الحانوت هو ميرانا قال وقع عنده تيرد البيريمي تيبغي يمشي يقول لها تنعاودوا نرجعوا. الشركه قالوا لنا الشركه ديال من؟ ديالي انا. يعني كتشوف بان هذه المراقبه ما خصهاش تكون من الحمان. تمثيل يراقبوا خصهم يديروا المراقبه على الاثمنه من الفوق منين جايه. يشوفوا المراقبه الخضره كتخرج للجزائر والموريطانيا والسينيغال، عاد شو يهضروا معنا حنا. يشوفوا الخضره كتخرج للصبليون وكتخرج لبرا، عاد شو يهضروا معنا حنا على المراقبه. حاقين على مول الحانوت، شنو مول الحانوت شنو ذنبو؟ كيشري بدرهم كيبيع ب 22 صافي سالينا. يمشي يراقبوا الشركات الكبار، عاد يجي يهضروا مع مول الحوانت. ولا جيت تحكي على مول الزلاح وكاع الزلاح بيريمي ولا الحمص بيريمي ولا تحكوا على بنادم. هي الرساله ديالك الاخ نوش. الرساله الاخ نوش يمشي بحالته ولا وهبي ولا ديك الطبقه كامله. راه ربع سنين حنا عايشين بلا برلمان بلا تخربيق والبلاد غاديه بخير. ما كاين حتى حاجه تمشي لهذا الشيء. السلطات الكبرى خصها تحيد. واحد اللي كنعرفوا حنا عاطين الولاء هو جلاله الملك. اخ نوش كيضرب ربع سنين ويمشي بالكيره يضرب ربع سنين، اش كيديروا؟ كيديروا المصالح ديالهم والعائلات ديالهم. كيما وضع في هاد الامتحانات ديال المحاماة، واحد ما حاضرش كاع ودوزو، اللي حاضر ما دوزوش، شكون اللي غيحاسبو انا؟ شرا بزاف، ما مول الحانوت شنو هو ذنبو؟ ولا هذا اللي كيبيع ولا مول الكروسة ولا غادي عند مول الكروسة ديال الثمن التمر، وراه التمر باين بشحال من الريساني، راه التمر داير في الريساني 70 درهم 80 درهم، انا لا هضرت مع السي 80 درهم في الريساني، وشحال غيوصلك انت هنايا؟ يمشيو شي حاجه يشوفوا شي حاجه اخرى. كلشي مضرور، عوض من انسان بير كيهضر في خو الخاوي، العيال تيطلعوا للسوق ويمشيو اختي الحماحم ويمشيو لاي بلاصه، فين ما مشيتي كتحط يدك كتخلعي، يعني راه هادشي راه خسره ولا منكر، هادشي اللي غنقول لك انا، هادشي اللي بان ليا انا مني شفتكم بعدا شعلت فيا العافيه، على فين ما حطيت يدي كنلقى العافيه. واش كتقولي بان هاد مراقبه الاسعار عند موالي الحوانت ماشي؟ واش انا ما كننساش المسؤوليه عليا نقول لك عند موالي الحوانت، انا كندوي على المسؤولين، كنهضر على كلشي، مني انا غندوي نقول لك شي حاجه على الحانوت، راني مسؤولين وفوق مني هما اللي خصهم يجيو يشوفوا، واش حنا كنمشيو لهاد الحانوت كنلقاو الاسعار وزيدين المسؤولين ولا مول الحوانت تلقاوها فرصه العلم لله، داكشي كيبقى عند الله، ما هادشي اللي عندي اختي انا اللي غنقول ان الشعب راه مضرور. بالنسبه لي انا كاريه ب 34000 ريال، عندي 4000 ديال الويفي حيدته، عندي جوج طربيه الله يحسن العون، انا راجلي راه كيبيع ويشري، ثمن الفراشه راه ما بقاتش. راه هادشي اختي اللي غادي نقول انايا بعدا. شوف اخويا هاد السيد هو جاوب في بلاصتي، هاد السيد جاوب هادشي بعيد عليا انا، ديال بيريمي ولا هادي هادشي هما الناس هما جاوبوك. انا دويت على الضرار اللي مضرورين حنايا، اما الا كنتي كتسول فيا على البيريمي ولا هاد، انا دابا تحط لي البيريمي ناكلو، انا تحط لي البيريمي ناكلو دابا، انا تحط لي البيريمي ناكلو. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.